هذا النادي اول من نوعه في السلطنه. عندنا اجهزه التكنو جيم مثل السكيل ميل والجروب سايكل، وهذه كل اشياء جديده في السلطنه. وعن طريق هذه الالات ممكن في اله واحده نتدرب عن كل مكونات اللياقه البدنيه، عندك السرعه والقوه والتحمل وكل الانواع من اللياقه البدنيه. هذا الآلة ممكن نستعملها لجميع الفئات، ممكن الرجال اللي عندهم الكروش والشحم الزايدة ممكن هنا يخفوا الوزن وينقصوا من الدهون في الجسم، ونفس الوقت ممكن اللاعب الرياضي يتحسن عند اللياقة والقوة والسرعة وردة الفعل وكل المكونات اللياقة البدنية بشكل عام.